للمزيد معنا الآن مراسلينا من بغداد أحمد مؤيد ومن الموصل قاسم الزيدي، أهلا بكما. أبدأ معك أحمد، يعني أحمد حدثنا عن حال الأسواق الآن والقدرة الشرائية بعد ارتفاع أسعار الصرف الآن. مساء الخير فاطمة، قبل الحديث عن حال الأسواق وتأثيرها بارتفاع سعر الدولار، قبل قليل قفز الدولار مرة أخرى إلى ما يقارب 155,000 دينار لكل 100 دولار. قبل قليل كان هناك تحديث في بورصة الكفاح والحارثية، بيع الدولار وصل إلى 154,750 دينار والشراء ب 152,750 دينار. هذا آخر تحديث لسعر الدولار. الأزمة مؤقتة أم دائمية أم ستستمر أطول من هذه المدة؟ بحسب خبراء الاقتصاد، قبل قليل كنت أتكلم مع أحد خبراء الاقتصاد في بغداد، أكد بأنه هذه الأزمة ليست بالقصيرة، ربما ستستمر لأسابيع طويلة على اعتبار أن هناك 14 مصرفا حظروا من التعامل بالدولار، بالتالي هذه المصارف تؤثر بشكل مباشر على سعر الدولار في السوق الموازي، على بيع على العرض والطلب في السوق الموازي، بالتالي ربما ستتحكم هذه المصارف وغيرها بالسعر الموازي على العرض والطلب. أول المتضررين بارتفاع سعر الدولار هم أصحاب معارض السيارات. قبل قليل تواصلنا مع أحد أصحاب معارض السيارات، أكد أنه من لحظة صعود الدولار قبل أيام إلى الآن يعني تقريبا كساد يعني رسمي بكل معارض بغداد، عزوف عن شراء السيارات، مع العلم أنه هناك قرار حكومي يجبر أصحاب المعارض على البيع بالدينار العراقي، لكن بالمحصلة أن السيارات مستوردة والشراء يكون بالدولار حتى وإن كانت قيمة الدولار يعني الدينار تحول إلى دولار، بالتالي أصحاب معارض السيارات يواجهون يعني عزوف عن بيع وشراء السيارات من قبل المواطنين هنا في بغداد. أضف إلى ذلك أنه المواد الغذائية إلى اللحظة أغلب الأسواق في بغداد، الأسواق الجملة للمواد الغذائية، الأسعار طبيعية. السبب انه هذه نعم. هذه يعني التجار بصوره عامه لديهم خزين من المواد الغذائيه، يعني قد كانوا قد اشتروه بسعر صرف مختلف. اقل من هذا، فبالتالي حتى وان كان هناك يعني معتادين نحن في بغداد انه هناك نرى بعض الجشع من بعض التجار خصوصا بالمواد الغذائيه، عند الارتفاع يقومون برفع اسعار المواد الغذائيه وعند انخفاض الدولار يتحججون بانه يعني اشتروا البضائع بقيمه مرتفعه. بصوره عامه السوق في بغداد تاثر بهذا الارتفاع وربما سينعكس على السلع الغذائيه بقادم الايام ربما بالساعات القادمه. ايضا دعني انتقل الى زميلنا قاسم من الموصل. قاسم، ايضا ضعنا في صوره ما يجري الان، ما هي ردود الافعال حول ارتفاع سعر الصرف؟ نعم فاطمة، قبل هذه المداخلة أجرينا اتصالات مع أصحاب الصيارفة، أكدوا أن ارتفاع الدولار مستمر. قالوا لنا أن السعر وصل قبل يعني الساعة الرابعة والنصف، أن السعر وصل إلى 153,000 دينار لكل 100 دولار في مدينة الموصل. الصيارفة أكدوا أن هذا الارتفاع سيستمر في حال لم تكن هناك تحركات حكومية لمعالجة هذا الخلل في تدهور الدينار العراقي. عموما الأسواق يا فاطمة يعني تشهد ارتفاع طفيف في الأسعار، أتحدث هنا عن سوق الأجهزة الكهربائية شهدت ارتفاع في اليومين الماضيين. التجار هنا عزوا هذا الارتفاع إلى مخاوف من ارتفاع أكبر للدولار، وبذلك سينعكس سلبا عند شراء بضاعة جديدة من قبل التجار يعني بفرق السعر قد يصبح إلى أكثر من 3,000 دينار أو ما مقارب إلى ذلك. في سوق المواد الغذائية يا فاطمة يعني الرواتب وزعت اليوم ويوم أمس، حركت السوق قليلا، القدرة الشرائية ارتفعت اليوم مقارنة باليومين الماضيين، كان هناك انخفاض في القدرة الشرائية. نتحدث نحن عن سوق يعتمد 7 أيام فقط يشتغل هذا السوق عندما توزع الرواتب الموظفين للحكومة، وبعدها يعود السوق لتنخفض القدرة الشرائية للمواطنين، وبالتالي تجار يعانون من كساد تجاري منذ الأزمة وحتى الآن، ومخاوف من صعود الدولار أكثر الذي قد يؤدي إلى صعود المواد الغذائية، وهذه المخاوف يطرحها حتى خبراء الاقتصاد هنا في الموصل يا فاطمة. جزيل الشكر لكما مراسلنا من الموصل قاسم الزيدي ومن بغداد أحمد مؤيد.